باعتبار أنه مسألة موكولة إلى علم الكلام، من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني أن الشارع لو سألناه لماذا أوجبت هذا وحرمت ذاك، هنا يوجد جوابان عندنا. الجواب الأول لأنه عجبني ذلك، هذا الجواب، ليش أنت أوجبت هذا وحرمت ذاك؟ يقول دليل ما عندي، ولا أجبنا هذا أحرمه هذا ذاك، أما أكو في هذا الزمان. تقول ليه أنت تقبل هاي الرواية ما تقبل ذيك الرواية؟ لأن عليها نور مثلا، أعمل هالحكي الهذيان هذا. يا شنو مدارك أن هاي الرواية مقبولة ذيك الرواية مو مقبولة؟ ميزانك في قبول الرواية ما هو؟ ها؟ الجواب يجي ما عنده جواب. أكو عمتنا بعض دائما في كل زمان أناس ينعقون مع كل ناعق، وهؤلاء يميلون مع كل ريح، هذه هم واحدة من الرياح. جواب يأتي من هذا القبيل، وهو أنه أنا عجبني هذا، هذا ليس مسلك العدلية. مسلك العدلية ماذا؟ لا، إن الله أمر بهذا لأن فيه مصلحة، ونهى عن ذاك لأن فيه ماذا؟ مفسدة. حتى لماذا إذا كان فيه مصلحة يأمر به وإذا كان فيه مفسدة يأمر عنه؟ لأن المفروض أنه حكيم، نعم كان إمكانه أن يأمر بما فيه المفسدة وأن ينهى عما فيه المصلحة من حيث القدرة، كان قادرا وكان عاجزا، كان قادرا ولكن لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لأنه خلاف الحكمة، لأنه نقص عيب، فلهذا لم يفعل. الله قادر على أن يلوم يغل الجميع، قادر وليس بقادر. قلت قال وما كان ربك بظلام للعبيد، لماذا ليس بظلام للعبيد؟ يقول لأن الظلم بالنسبة لي نقص عيب وأنا الكمال المطلق. واضح صار هذا؟ إذن مسلك العدلية، مسلك المصالح والمفاسد، يقول أمر لأن فيه مصلحة، مو صار فيه مصلحة لأنه أمر، نهى لأن فيه مفسدة، لا أنه صار فيه مفسدة لأنه نهى. لا ليس الأمر كذلك.